بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم المحاضرة الأخيرة في مادة الميكروبيولوجي، هنتكلم عن الجنرال مايكولوجي. الجنرال مايكولوجي واللي هي المقصود بها الفطريات اللي هي الفانجاي، فانجال انفكشنز. فانجاي unlike بكتيريا are eukaryotic whereas bacteria are prokaryotic. احنا خدنا قبل كده ان البكتيريا بروكاريوتيك يعني أحادية الخلية، جسمها كله بيتكون من خلية واحدة، لكن الفانجاي ممكن جسمه يتكون من خلية واحدة أو أكتر من خلية. Two fungal cell structures are important medically. تركيبة السل بتاعة الفانجاي اللي هي الخلية بتاعة الفطريات دي بتبقى ليها أهمية من الناحية الطبية، علشان ناحية العلاج وناحية الأدوية والحاجات اللي المفروض ان هي بتساعد في القضاء على الفطريات. The fungal cell wall، الجدار الخلوي للفطريات، consists primarily of حاجة اسمها كايتين، بينما البكتيريا بتتكون من حاجة اسمها بيبتايدوغلايكان. في البكتيريا البيبتايدوغلايكان ده بيشتغل عليه الانتيبيوتيك اللي هو المضاد الحيوي، بيشتغل على البيبتايدوغلايكان ان هو بيعمل انهبيشن للبيبتايدوغلايكان سينثيسس زي البنسلين. لكن في الفانجاي ما عندوش البيبتايدوغلايكانز دي، فبالتالي بيبقى انسنسيتيف تو انتيبيوتكس، عشان كده الفطريات ما بتاثرش فيها المضادات الحيويه. يبقى المضادات الحيويه زي البنسلين بتعمل ان هي بتعمل انهيبيشن، بتمنع البيبتايدوغلايكان سينثيسيس اللي هو الجدار اللي موجود في السيل وول بتاع البكتيريا، بينما الفانجاي ما فيهاش البيبتايدوغلايكانز دي، عشان كده بتبقى انسنسيتيف تو انتيبيوتكس. طيب الفانجس سيل ميمبرين بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على حاجه اسمها ايرجوستيرول اند زيموستيرول ان كونتراست تو هيومن سيل ميمبرين. يعني زي السيل ميمبرين بتاع الهيومن الانسان بيتكون من كوليسترول، في الفانجاي بقى بيتكون من حاجه اسمها ايرجوستيرول او زيموستيرول. The selective action of amphotericin B اللي هي الأدوية بتاعة الفطريات اللي هي مضادات الفطريات، وأزول drugs such as فلوكونازول أو كيتونازول on fungi بتعتمد أساسا على الاختلاف اللي هو ما بين الهيومن سيل ممبرين وما بين الفانجاي سيل ممبرين. يبقى الفانجاي سيل ممبرين بيتكون من حاجة زي الكوليسترول أو شبه الكوليسترول اللي موجود في الهيومن سيل ممبرين، بس اسمه إيرجوستيرول وزايموستيرول، وده اللي بيخلي الاكشن بتاع الانتي فانجال دراجز اللي هي زي الانفوتريسين بي والازول دراجز زي الفلوكونازول والكيتونازول، بتعتمد على هذا الفرق ما بين السيل ممبرين بتاع الهيومن والسيل ممبرين بتاع الفانجس. الفانجاي ليها انواع كتيره جدا، من الاف الانواع دي of the thousands of species only a few are pathogenic of for man. يعني انواع كتيره thousands of species، نوع قليل جدا او انواع بسيطه جدا هي اللي تعتبر مسببات للامراض في الانسان. وده رسم توضيحي كده بسيط للبروكاريوتيك سيلز اللي هي موجوده في البكتيريال سيل، والايوكاريوتيك سيل اللي هي الخليه بتاعه الفانجاي. الهابيتات الفانجاي لايك بكتيريا ار يوبيكيتس، يعني ايه؟ يعني متنوعه، يعني ممكن تصيب اي نوع من انواع الخلايا زيها زي البكتيريا. الكالتشر، بالنسبه للكالتشر بتاع الفانجاي، اول فانجاي ار ايروبيك. احنا قلنا ان البكتيريا في منها انواع ايروبيك وفي انواع انيروبيك، وزي ما خدنا ان في حاجات بقول عليها ستريكتلي انيروب وحاجات بقول عليها ايروبيك فاكولتيتيف انيروب، وفي حاجات بقول عليها ستريكت انيروب ستريكت ايروب، لكن بالنسبه للفانجاي كلها ايروبيك نيفر انيروبيك، مفيش اي نوع من انواع الفانجاي انيروبيك، كله ايروب. اند موست جرو ريدلي اون سمبل ميديا، معظمه بيطلعوا على السمبل ميديا العاديه اللي ما فيهاش اي ابداع. لكن السابارودكستروز اجار، سابارودكستروز اجار از ذا موست سيوتابل ميديا، دي اكتر ميديا مناسبه للفانجال جروث. ليه؟ لان هي فيها من مميزاتها ان هي لو بي اتش، البي اتش بتاعتها 5.4 اند دكستروز كونتنت، وفي من تركيبها حاجه اسمها دكستروز. And to make it selective to fungi، عشان اخليها selective للفانجاي تخرج لي الفانجاي بس، هحط لها ايه؟ هحط لها انتيبيوتيك يموت للبكتيريا.
we add broad spectrum antibiotic مضاد حيوي واسع المدى، وبقول عليه واسع المجال، زي كلورامفينيكول عشان يموت لي البكتيريا ما تطلعش. فبالتالي اي حاجه تطلع يبقى هي الفانجاي فقط هي اللي هتطلع. يبقى الفانجاي ايروبيك نيفر انيروب، بتطلع على السيمبل ميديا عادي جدا، لكن اكتر ميديا سيوتابل فور فانجاي اللي هي السبارود ديكستروز اجار، عشان اللو بي اتش بتاعتها 5.4، وعشان الديكستروز كونتنت، وعشان اخليها مور سيلكتيف للفانجاي بحط عليها برود سبيكترم انتيبيوتيك اللي هو الكلورامفينيكول. طيب مورفولوجيكال كلاسيفيكيشن، التقسيمه اللي بقسم بيها الفانجاي على حسب المورفولوجي على حسب الشكل. فانجاي اوف ميديكال امبورتانس كان بي ديفايدد اون، طبعا انا ماليش دعوه بكل انواع الفانجاي، انا ليا دعوه بالفانجاي اللي هي ليها ميديكال امبورتانس اللي هي ليها اهميه طبيه اللي هي بتسبب الامراض للانسان. اول نوع اللي هو اليست اللي هي الخميره، بتبقى اوفال اور راوند سيل، reproduce by asexual budding زي الكريبتوكوكس، بيبقى شكلها اوفال بيضاوية او دائرية single cells خلايا مفرطة كده. reproduce بتحصلها تكاثر بواسطة الاسexual budding، تكاثر لا جنسي اللي هو عن طريق التبرعم، عن طريق التبرعم البادينج زي الكريبتوكوكس. تاني نوع حسب المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن حاجه اسمها فيلامنتس اللي هي بتعتبر فطريات خيطيه، هايفي كلمه هايفي دي يعني خيوط، ذات فورم ميسيليم اند ريبروديوس باي اسيكشوال سبورز كولد كونيديا، سام هايفي فورم ترانسفيرس وولز سبتيت هايفي ويريز اذر دونت نون سبتيت هايفي. يعني ايه الكلام اللي احنا قلناه ده؟ الهايفي بتبقى عامله زي العيدان او القضيب كده، يعني عامله زي كانه زي عود قصب مثلا. احنا لو حد فيكم شاف عود القصب بيبقى متقسم كده، العود نفسه متقسم اجزاء. فالتكاثر عن في هذه الانواع من الفطريات اللي هي الخيطيه، الفطريات الخيطيه دي بيبقى شكلها زي ما قلنا زي العيدان كده بتاعه القصب، بيحصل اسيكشوال سبور كولد كونيدا كونيديا سام هايفي. بعض الخيوط دي هتقسم لي اللي هتعمل لي ترانسفيرس وولز كده، جدران عرضيه تقسم لي الخيط ده لاجزاء زي كده عود القصب، وممكن يكون عن طريق تاني من التكاثر اللي هو نون سبتيت هايفي، ان يبقى الخيوط دي ما فيهاش تقسيمه ما بين الخيط وبعضه. يعني الخيط اللي هو عامل شكل الخيط كده زي ما قلنا زي عود القصب ممكن تتقسم بخطوط عرضية او ممكن ما تتقسمش بخطوط عرضية، وبتحصل لها تكاثر برضو تكاثر لا جنسي، ان يبتدي القضيب ده او الشكل اللي هو عامل زي العصاية ده هيبتدي يكون حاجة فرعية كده وتبتدي من خلالها يخرج منها عصاية تانية، وهنشوف دلوقتي في الصور. ثالث نوع حسب المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن اللي هي اليست لايك فانجاي، الفطريات شبيهه بفطريات الخميره، زي ار بادنج سيلز خلايا متبرعمه اند فورم تشينز اوف برود سبيكترم هايفي، وهتكون لي سلاسل من الهايفي لايك اند برودوس سودو ميسيليم زي الكانديدا. دايمورفيك فانجاي، دايمورفيك يعني ليها شكلين، form different structure at different temperature يعني حسب درجة الحرارة هتكون لها الشكل بتاعها. yeast form in tissues or when grown at 37 يعني لو هي بتنمو عند جوه التيشو بتاع جسم الانسان او عند درجة حرارة 37 هتطلع لي في شكل yeast form. لو هي حصل لها growth عند درجة حرارة 22 هتطلع لي على شكل hyphae، ودي زي الهيستو بلازم. يبقى حسب المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن ممكن تبقى ييست اور فيلامنتس اور ييست لايك فانجاي او دايمورفيك فانجاي. ده شكل اللي هي الفيلامنتس فانجاي، الييست اهي شكلها كانها سنجل سيلز زي ما قلنا راوندد اور اوفال، ودي البكتيريا طبعا حجمها اصغر بكتير من الييست.
الفيلامنتس فانجاي زي ما قلنا كده عامله زي خيوط زي عود القصب متقسم اهو، وممكن يجي كحاجه جانبيه كده يخرج حاجه تانية، ودي طريقه التكاثر بتاعته. يبقى ده شكل اليست لايك خليه وبيحصل لها بادنج تبرعم، وممكن تدي زي الشكل ده اللي هو ده الشكل بتاع الكانديدا اللي هي حاجه اسمها سودو ميسيليوم اللي هي بتدي خلايا متبرعمه، وبعدين تدي شكل الهايفي كانها خيط، وبعد كده يخرج منها خلايا متبرعمه تانية. ودي الفيلامنتس اللي ممكن يكون فيها سبتة زي ما قلنا متقسمه بخطوط عرضيه، او ما يكونش فيها التقسيمه اللي بالخطوط العرضيه. طيب الميديكال امبورتانس اوف فانجاي، بعض انواع الفانجاي بستخدمها فور برودكشن اوف انتيبايوتكس، ان انا بصنع منها انتيبايوتكس او بصنع بستخدمها في تصنيع الانتيبايوتكس، زي البنسيلين فانجاي ده اللي بستخدمه في تصنيع البنسيلين، هو عباره عن فطر اصلا اسمه فطر البنسيليوم which produce penicillin antibiotic، يا اما برودكشن اوف توكسين زي المايكوتوكسيكوزيس، الالفا توكسين ده produced بواسطة فانجاي اسمها Aspergillus flavus which grows on spoiled grains and peanuts causes hepatocellular carcinoma. يبقى الأسبرجيلس flavus دي بقدر أخرج منها توكسين اسمه الألفا توكسين أستخدمه. الأسبرجيلس flavus دي ممكن يحصل لها growth على البيناتس والspoiled grains causes hepatocellular carcinoma. ايه هي السبويلد جرينز والبيناتس اللي هي المقصود بيها الحبوب الفاسده، والبيناتس ده الفول السوداني. الفطر ده بيصيب يا اما الحبوب الفاسده او الفول السوداني اللي حصل له برضه فساد، وبيطلع لي توكسينز اسمها الفا افلاتوكسين اسمها افلاتوكسين. لما بيحصل ان جسم الانسان بياخد كميات من الافلاتوكسين ده ممكن يسبب له هيباتوسيلولار كارسينوما. امينشيا formed by toxic mushroom cause liver necrosis. أمنشا دي اللي هي تأثر الذاكرة بيخرج بواسطة التوكسيك مشروم اللي هو الفطر اللي هو عيش الغراب، بس في منه أنواع سامة وده بيسبب لي الليفر نيكروزيس. إيرجوت ده برضو نوع اسم توكسين produced by كلافيسيبس بيربيريا which grows on infected wheat causes vascular and neurological effect. طبعا الكلام ده كله مش مهم بالنسبه لنا احنا، احنا اهم حاجه ان احنا نعرف الايتم الرئيسي ان الميديكال امبورتانس اوف فانجاي ان هو ممكن نعمل منه برودكشن اوف انتيبايوتكس او برودكشن اوف توكسينز، وممكن اخد منها مثال اللي هو اشهرهم اللي هو الافلاتوكسين اللي هو برودوسد باي اسبرجيلس فليفس. مايكوزيس بقى ان هو الفانجاي دي تعمل لي ديزيز، الديزيز ده ممكن يبقى سوبرفيشال ده نتيجه انفكشنز اوف ذا ميوكوزا، ميوكوزا اللي هي الخليه اللي تحت الجلد مباشره اللي هي الطبقه اللي تحت الجلد مباشره، وذ ييست بالاصابه بالخميره انفكشن بفطريات الخميره كوزنج ثراش اور كيراتين اوف ذا سكن نيل اند هير وذ فيلامنتس فانجاي كولد دريماتوفايتس causing ring worm أو dermatophytosis. الفانجاي ممكن تعمل infection للسوبرفيشال ميوكوزا وتعمل لي تأثر للجلد، تعمل حاجة اسمها dermatophytes وتأثر للأظافر والشعر بواسط causing ring worm dermatophytosis، شكل كده بيدي شكل على الجلد شكل الرينج وورم. وهنحاول لو ايه شفنا لها صور دلوقتي. السبكوتينيوس اللي هي الطبقة التي توجد تحت الجلد infections as the result of traumatic implantation of environmental fungi. لو حصل traumatic implantation of environment الفطريات اللي موجودة في الانفيرومنتس في البيئة المحيطة دخلت للسبكوتينيوس تيشو leading to progressive local disease، هتعمل لي مرض موضعي في المكان ده with considerable tissue destruction and sinus formation زي common in tropics as mycetoma. السيستميك بقى لو هي مشيت في باقي الجسم infection occurs with hematogenous spread ان هي تمشي في الدم throughout the body خلال الجسم كله، دي بقى serious ممكن تبقى خطيرة and often fatal وممكن تبقى مميتة.
they are uncommon except in compromised patients. ما بتعتبرش حاجة شائعة ان يحصل فيه حاجة خطيرة وتسبب الوفاة بالنسبة للفطريات الا لو كان الشخص ده immune compromised مناعته ضعيفة with impaired host defense المناعة بتاعت الجسم نفسه ان هو يهاجم الاجسام الغريبة ضايعة who may develop widespread disease ممكن تأثر وتخلي المرض ده منتشر due to yeast or filamentous fungi زي الأسبرجيلاس سبيشيز ممكن يحصل نتيجة اليست أو الفيلامنتس فانجاي زي الأسبرجيلاس سبيشيز ده شكل اللي هو الثراش الفطريات اللي ممكن تصيب الميوكوزا الممبرين زي الشكل اللي احنا شايفينه ده التهاب في الحلق بس بواسطة الفانجاي والابيض ده اللي هو الثراش اللي هو فانجال ثراش ده الدرماتوفايتوزيس اللي هي مديه شكل الرينج وورم زي ما قلنا وده اللوكال مايوسايتس اللي بتبقى موجودة اللي هو اللوكال مايكوزيس اللي موجود في الجلد Laboratory diagnosis of fungal disease ازاي اعمل تشخيص معملي للفانجل ديزيز طبعا ده اكتر جزء بيخصنا في اي درس Sampling زي ما اتفقنا Sampling هيتبقى على حسب المكان المصاب بالنسبة للفانجل انفكشن معظم الاماكن المصابة بتكون حاجة locally subcutaneous tissue او الميوكوزال تيشو فاما يكون skin scales بيبقى فيه اخد زي سكراتش كده من على السكين او بروكن هير او من الشعر او نيل بيسز قطع من الاظافر المصابه او سبيوتم او اني اذر بادي فلويد حسب الاصابه موجود مكانها فين اعمل دايركت مايكروسكوبيك اكزامينيشن اوف سبيسمن بستخدم هنا ما بستخدمش بقى جرام ستين زي ما كنا في البكتيريا لا بنستخدم الكي او اتش تركيزه من 3% preparation culture of organism ازاي اعمل culture للorganism زي ما احنا قلنا ان بعمله على حاجة اسمها سبارود ديكستروز اجار وقلنا aerobically لان مفيش فانجاي anaerobic عند درجة حرارة 37 او في الروم temperature عند درجة حرارة الغرفة اعمل الidentification of growth بواسطة ايه colony morphology شكل الكولوني اللي هتخرج وعن طريق الستيننج اوف كولوني بستخدم ايه بقى في الستيننج لاكتوفينول كوتون بلو ستين تو سي مورفولوجيكال ستراكشر اوف فانجاي يبقى انا بستخدم لاكتوفينول كوتون بلو ستين تو سي مورفولوجيكال ستراكشر اوف فانجاي رابع طريقة من طرق الايدنتيفيكيشن ان انا بعمل دي ان اي ديتكشن ميثود بستخدم البي سي ار اور بروب تو ديتكت فانجل دي ان اي خامس حاجة سيرولوجيكال تيست يا اما اعمل ديتكشن للفانجل انتجين او ديتكشن للفانجل انتيبودي تو فانجل انتجين ان ذا بيشنت سيرم زي ما قلنا قبل كده ان كلمة سيرولوجيكال يعني بستخدم السيرم بتاع البيشنت السيرم بتاع البيشنت يا اما ادور فيه على الانتيجين الفانجل انتيجين نفسه يا اما ادور فيه على الانتي بودي ضد الفانجل انتيجين وهستخدم له طريقه الاليزا تكنيك او الاميونو فلوريسنس تكنيك طب العلاج بقى بتاع الانتي فانجل كيموثيرابي از ا فارماكيوتيكال فانجيسايد اور فانجيستاتيك يا اما فانجيسايد كلمه فانجيسايد يعني ادويه قاتله للفانجاي قاتله للفطريات يا اما فانجيستاتيك يعني هتوقف نشاط الفانجاي مش هتموته هتوقف نشاطه يوزد تو تريت اند بريفنت مايكوزيس ساتش از اثيليت فود رينج وورم كانديديزيس اللي هي الثراش سيريس سيستميك انفكشن زي الكريبتوكوكال مينينجايتس اند اذرز دي اسماء الاصابات اللي ممكن تحدث نتيجه الفطريات ميكانيزم اوف اكشن بتاع الانتي فانجل دراج يا اما اول نوع من انواع الانتي فانجل دراج اللي هي اسمها البولين انتي فانجل بايند ويز الارجوستيرول قلنا ايه ده الارجوستيرول ده اللي موجود في الفانجل سيل وول سيل ميمبرين disturbing the plasma membrane resulting in leaking of the cell content and cell death هيأثر لي على السيل ميمبرين ويلخبط لي البلازما ميمبرين ده فبالتالي هيحصل ليكج يعني تسرب للسيل كونتنت بره الخليه ويحصل سيل ديث زي الانفوتريسين بي
ده السيستميك يوز بتاعه، لو في حاجه سيستميك بستخدمه انترافينوس اور اورال، يا اما حقن وريدي يا اما بالفم، وذ ليميتد يوز ديو تو رينال توكسيسيتي، بس لما المفروض ان انا استخدمه بدقه وباحتياط شديد وفي حالات قليله جدا لان هو بيعمل رينال توكسيسيتي، بيأثر على وظائف الكلى. تاني نوع اللي هو النيستاتين، ده بيستخدم كتوبيكال يعني موضعي، توبيكال يوز سكين اون سكين اونلي تو توكسيك اف سيستميك يوز، ما بينفعش استخدمه سيستميك يعني ما ينفعش اخد منه اقراص او اخد حقن انترافينوس او انتراماسكولار لان هو تو توكسيك سام جدا، ممكن استخدمه استخدام موضعي فقط لكن استخدمه سيستميكالي ما ينفعش. ده بالنسبه للبولين انتي فانجل. بالنسبه للازول انتي فانجل دي بتعمل ايه؟ بتعمل انهيبيشن للانزيم نيسيسري تو ارجوستيرول سينثيسيس، يبقى بتعمل لي بتوقف او بتعمل انهيبيشن تثبيط للانزيمز للانزيمات الضروريه عشان تصنيع الارجوستيرول اللي موجود في السيل ميمبرين. ديبليشن اوف ارجوستيرول ان فانجل ميمبرين، لو الارجوستيرول مش موجود في الفانجل ميمبرين ده هيعمل لي ديسربشن، هيعمل خلل في الاستراكشر والماني فانكشنز اوف فانجل ميمبرين ليدنج تو انهيبيشن اوف فانجل جروث. لما الارجوستيرول ده يحصل فيه لخبطه في تصنيعه هيأثر لي على الاستراكشر ويأثر على الفانكشنز بتاعه الفانجل ميمبرين وبالتالي هيؤدي الى انهيبيشن اوف فانجل جروث زي الفلوكونازول كيتونازول كيتوكونازول اترانازول ده للسيستميك يوز وكلو ترايمازول وميكونازول ده توبيكال يوز على السكن اونلي. فلوسيستوسين ده سيستميك انتي فانجل ايجنت، ده بيعمل انهيبيشن للفانجل دي ان اي سينثيسيس وات ماي كوز بون مارو توكسيسيتي. جرايزوفلوفين ده برضو سيستميك انتي فانجل ايجنت ويتش انهيبيتس فانجل مايتوزيس، هيوقف لي الفانجل مايتوزيس وات ماي كوز ليفر توكسيسيتي، بيأثر. عشان كده دايما الانتي فانجل بستخدمها باحتياط شديد جدا لانها ممكن تأثر على الاعضاء بتاعه الجسم. هنتكلم بقى عن نوع من انواع الفانجل انفكشن اللي هو اليست، اللي هي الفطائر فطر الخميره. يستس ار راوند تو اوفال زي ما قلنا، يوني سيلولار احادي الخليه، فطر احادي الخليه ويتش ريبروديوس باي بادنج، هيحصل له تكاثر عن طريق التبرعم. Some may develop pseudo hyphae، ممكن يطلع لي حاجه اسمها pseudo hyphae اللي هي الهايفي الكاذبه، ان هو بيطلع حاجه عامله زي القضبان لكن هي مش قضبان، دي عباره عن chains of elongated budding cell يعني السيل round to oval، الاوفال السيل دي هتتنط شويه كده وتبقى شكلها elongated فتدي شكل كانها هايفي لكن هي في واقع الامر هي خليه واحده لكن مش هايفي، دي عباره عن elongated budding cell. But only a few are able to form true hyphae، نوع انواع بسيطه جدا اللي ممكن تكون لي اللي هي الترو هايفي. الاكزامبلز بتاعتي اليست اللي هي الكانديدا والكريبتوكوكس. طبعا الكانديدا دي اشهر نوع من انواع الفنجاي اللي ممكن تكون موجوده في الهيومن، دي في منها several species، اصناف كتير او انواع كتيره جدا are found in man. But Candida albicans is responsible of about 90% of infections. في انواع كتيره من الكانديدا موجوده في الهيومن لكن اللي مسؤوله عن 90% من العدوى الفطريه اللي بتصيب الانسان اللي هي الكانديدا albicans. في other species ثانيه زي الكانديدا tropicalis، الكانديدا كروزي and others. يبقى الكانديدا albicans الهابيتات بتاعها it is part of the normal flora of mucous membrane، جزء من النورمال فلورا اللي موجود في الميوكس ميمبرين of the upper respiratory gastrointestinal and female genital tract، موجوده كنورمال فلورا في الميوكس ميمبرين بتاعت الابر respiratory tract الجهاز التنفسي العلوي، gastrointestinal tract اللي هو الجهاز الهضمي، والفيميل جينيتال تراكت والجهاز التناسلي الانثوي. طب كمورفولوجي وستيننج، هي جرام بوزيتيف، لو هصبغها بصبغه الجرام هي جرام بوزيتيف وزي احنا شفناها في المعمل وريتها لكم في المعمل، which has two forms لها شكلين، y form اللي هي oval yeast budding cells
بتبقى بيضاويه الشكل ومتبرعمه زي ما قلنا، يا اما في ام 4 اللي هي زي ما قلنا بتدي السودو هايفي كونستيتيوتنج ميسيليا. الكالتشر بتاعها الكالتشر هي ايروبيك زي ما قلنا نيفر انيروب، ايزلي كالتيفيتد سهل جدا انها تتزرع عند درجه حراره 37، بتاخد لها من 24 ساعه ل 48 ساعه. على السبروتيك ستروز اجار شوينج هيميسفيريكال، شكل الكولونيز هيميسفيريكال شبه كرويه، هوايت اور كريمي كولونيز لونها ابيض او اللون الكريمي اللي بقول عليه الاوف وايت، وذ ييستي اودر، واشم اما افتح الطبق اشم ريحه الخميره، اند واكسي سيرفيس، وشكل السيرفيس بتاع الكولونيز دي شكلها شمعي. على النيوترانت اجار والبلاد اجار اديشن اوف انهيبيتوري انتيبيوتيك ديسك، لو انا حطيت انهيبيتوري انتيبيوتيك ديسك زي الكلورام فينيكول از يوزد تو انهيبيت اني بكتيريال جروث. طبعا على البلاد وعلى النيوترانت اجار وممكن اي نوع من انواع الاورجانيزم تطلع، انا عشان اخلي الفنجاي بس هي اللي تطلع هحط معاها انهيبيتوري انتيبيوتيك ديسك زي الكلورام فينيكول عشان يطلع لي فنجاي فقط، هيعمل لي انهيبيشن لاني بكتيريال جروث. دي شكل الكانديدا البيكنز تحت الميكروسكوب، وزي ما انتم شايفين كده هنلاقي ان الخليه اللي هي الاوفال دي طالع لها بادنج متبرعمه، ودي شكلها على الدكستروز السبروت دكستروز اجار اللي هي وايت وايت او كريمي كولونيز زي ما قلنا. طيب ازاي اعمل ايدنتيفيكيشن اند ديفرنشيشن فروم اذر سبيشيز؟ في حاجه اسمها جيرم تيوب تيست فيلامنتس اوت جروث فورمد باي كالتشرنج كانديدا البيكنز ان سيرم عند درجه حراره 37 فور 3 اورز. اللي بيحصل ان انا دلوقتي عملت زرعت كالتشر على البلاد اجار او على النيوترنت او على سابرودكستروز اجار وعملت لها جرام ستين وطلعت لي ان هي كانديدا، عايز اعرف الكانديدا دي كانديدا البيكنز ولا كانديدا اي نوع تاني، لان هي الكانديدا البيكنز هي اللي بتبقى باثوجينيك في الهيومن. هاخد الكولونز دي واحطها جوه انبوبه فيها سيرم، سيرم بتاع اي مريض، هاخد الكانديدا واحطها جوه السيرم واحطها في درجه حراره 37 لمده 3 ساعات، وبعد كده اخد جزء من السيرم او نقطتين من السيرم دول واحطهم على سلايد واحط فيها كفر وابص على عليها تحت الميكروسكوب، هلاقيها كونت لي الفيلامنتس شيب. هي المفروض ان هي زي ما قلنا هي خلايا اوفال وراوندد، بلاقيها ابتدت تعمل لها هايفي سودو هايفي، والاقي بقت بتعمل فيلامنتس شيب وابتدت تعمل ايه الجيرم تيوب تيست. تاني حاجه فور ايدنتيفيكيشن اند ديفرنشيشن اللي هي الكلاميدوسبور، ذا راوند ثيك وولد ريستنج ستراكشر فاوند ات ذا اند اوف سودو هايفي ديب ان ذا اجار وين كانديدا البيكنز از كالتشرد اون كورن ميل اجار نيوتريشن بور ميديا فور 24 اورز درجه حراره 22. لو الكانديدا البيكنز حصل لها عملنا لها كالتشر على حاجه اسمها كورن ميل اجار، دي النيوتريشن بور ميديا يعني ميديا ما فيهاش جروث كويس، هبص الاقي ان يتكون في حاجه اسمها راوند ثيك وولد ريستنج ستراكشر كانها كونت جذور ات ذا اند اوف سودو هايفي ديب ان ذا اجار عشان بتحاول تدور على اي نيوتريشن. البايوكيميكال رياكشنز بتاعه الكانديدا الكربوهيدرات فيرمنتيشن رياكشن ديفرنشيت ات فروم اذر سبيشيز. ده شكل الجيرم تيوب تيست، ابتدت المذر سيلز اللي هي الخلايا الاوفال او الراند دي يطلع منها فيلامنتس شيب كده اللي هي شكل الجيرم تيوب ويحصل فيه بادنج للدوتر سيلز، ودي شكلها تحت الميكروسكوب. دي طبعا الشكل ده شكل مكبر لكن شكلها تحت الميكروسكوب هو ده شكله، ودي شكل الكلاميدوسبور، دي شكل الكلاميدوسبور اللي هي بتبقى الفيلامنتس شيب كده ويبتدي يخرج منها الدوائر كده زي اللي هي اللي قلنا عليها بيخرج من السودو هايفي الحاجه اللي اسمها كلاميدوسبور. طيب الباثوجينيسيس والكلينيكال فايندنجز بتاعت الكانديدا البيكنز، ترانسميشن يوجوالي اندوجينس بات كروس انفكشن كان اوكير، احنا قلنا انها موجوده كنورمال فلورا في الابر ريسبيراتوري تراكت وفي الجي اي تي والفيمنال فيميل جينيتال تراكت، يبقى ممكن الترانسميشن يبقى اندوجينس، هي موجوده جوه اصلا بس هتروح لمكان اخر
لمكان اخر وتبقى فيه pathogenic، يا اما حصل immunocompromised patient ان الشخص ابتدت مناعته تضيع فيبتدي يحصل ان الكانديدا تبقى pathogenic from mother to baby or between babies in nurseries. يعني يا اما من المذر للبيبي هتتنقل من المذر للبيبي، يا اما عن طريق ما في الحضانات تنتقل من طفل لاخر. when local or systemic host defense are impaired، لما نقول ان الشخص ده مناعته ابتدت تضيع سواء كانت مناعه الخارجيه او المناعه الداخليه بتاعت الجسم، يعني اما حاجه لها علاقه بالسكن او بالسيستميك organs، disease may result in the form of يا اما يحصل superficial infection زي thrush زي اللي قلنا اللي هي اللي احنا قلناها موجوده في جوه الحلق، يحصل over growth of candida albicans في الماوث جوه الفم producing white patches اللي احنا شفنا الصور بتاعتها، يا اما يحصل valvo vaginitis في الجهاز التناسلي الانثوي الخارجي with etching، يحصل فيه etching and discharge، يحصل فيه افرازات favored by high pH. الموضوع ده هيزيد مع وجود high pH او وجود diabetes اللي تكون المريضة دي عندها السكر، او prolonged use of antibiotics او مستخدم مضادات حيوية لفترة طويلة. تالت حاجة ان يحصل فيه skin invasion in warm moist areas، يحصل فيه مهاجمة للجلد في الاماكن الدافية الرطبة which produce red and weeping زي الاماكن اللي بتكون زي مثلا ما بين الاصابع او في الاماكن اللي هي زي مثلا تحت الابط، الاماكن اللي بيكون فيها عرق وبيكون فيها رطوبه وما بيكونش فيها، بتكون بعيده عن الهواء، ودي اللي بتكون عرضه اكتر للفطريات. الفينجرز اند نيلز الاصابع والاظافر thickening or loss of nail can occur when repeatedly immersed in water، ما بيكون شخص شغله مثلا كله في المية على طول في رطوبة على طول في ما فيش ايده ما هياش ناشفة زي الديش ووشر، الناس اللي بتشتغل في غسيل المواعين مثلا او غسيل الاطباق في المطاعم are commonly affected، بتأثروا اكتر بالموضوع ده. ان يحصل فيه فطريات بتهاجم المنطقة بتاعت السوبرفيشال زي الفينجرز اند نيلز. طيب سيستميك بقى ديب في حالة الاميونو كومبرومايزد انديفيدوالز اميونو سابريست الناس اللي عندهم مناعة ضعيفة. الكانديدا ديسيمينيتس تو ماني اورجانز، الكانديدا ممكن تنتشر لاعضاء كتيرة من الجسم كوزينج كرونيك ميوكوكوتينياس كانديديزيس، ممكن تأثر على الميوكوكوتينياس الميوكس ممبرين وسبكوتينياس ممبرين ومعاها الكوتينياس اللي هو السكن وتعمل لي كرونيك ميوكوكوتينياس كانديديزيس، يا اما تعمل لور ريسبيراتوري تراكت اند يورينري تراكت انفكشن، يا اما سبتيسيميا تمشي في الدم وذ لوكاليزيشن وتبتدي تستقر بعد كده ان ذا اي او اندوكارديوم في القلب او في المننجيز في الاغشيه السحائيه في الكدني في البون وتعمل بون انفكشن، كل ده ممكن يبقى سيستميك تعمله الكانديدا. طيب كلابوراتوري دايجنوزيس السامبلينج ان اكسوديت نيلز اور تيشو، لو في الاصابه مثلا في الاظافر او في اي نسيج من الانسجه وفي وده بيخرج افرازات فباخد انا الافرازات دي كسامبل بالنسبه لي. اعمل دايركت مايكروسكوبيك اكزامينيشن اوف ذا سبيسمن بواسطه الكي او اتش shows budding yeast and pseudo hyphae، هشوف تحت الميكروسكوب هلاقي فيه البادنج ييست اللي هي الخلايا المتبرعمه دي او بتكون pseudo hyphae. اعمل له كالتشر على ايه؟ زي ما قلنا على سبارود ديكستروز اجار ايروبيكالي عن درجه حراره 37 هشوف الاقي التيبيكال ييست فورم. طيب ازاي بقى اعمل ايدنتيفيكيشن للجروث اللي هيطلع الكولونيز اللي هتطلع دي اعملها ايدنتيفيكيشن ازاي؟ يا اما اولا بالكولوني مورفولوجي بشكل الكولوني زي ما قلنا، تاني حاجه بالجيرم تيوب، تالت حاجه بالكلاميدو سبور. سيرولوجيكال تيستينج از ريرلي هيلبفول، ما بستخدموش لان هو مش هيساعدني قوي. سكين تيست يوزنج ان انديكيتور اوف كومبوننت سيلولار اميونيتي، a person who doesn't respond to candida antigen in the skin test presumed to have deficient cell mediated immunity.
الشخص اللي ما بيعملش استجابه للكانديدا انتيجنز اللي بعمل حقن الكانديدا انتيجنز في السكين تيست ما بيعملش استجابه, يبقى الشخص ده عنده مشكله في السيل ميديتد اميونيتي. such a person is allergic and other skin test cannot be interpreted. الشخص ده ما بقدرش ان انا احكم عليه بواسطه السكين تيست لان هيكون عنده المناعه فيها مشكله ومش هتقدر تبين لي ان الرياكشن اللي حصل مع الانتيجين اللي اتحقن في الجلد. thus if a person had a negative candida skin test, a negative PPD skin test for tuberculosis could be a false negative result. يبقى انا لو هو طلع لي نيجاتيف للكانديدا سكين تيست, ويبقى انا لو انا عملت له قبل كده تيوبر كلين تيست هيبقى برضو فولس نيجاتيف. جاز ليكويد كروماتوجرافي فور اليفيتد ارابينيتول ليفل ان سيرم شوز بوزيتيف ريزلت ان سيستميك انفكشن. جاز ليكويد كروماتوجرافي هلاقي اليفيشن ارتفاع لحاجه اسمها ارا بينيتول ليفل في السيرم, ده عباره عن ميتابولايت من الكانديدا, ماده الكانديدا بتخرجها نتيجه الميتابوليزم بتاعها بتديني بوزيتيف ريزلت في حالات السيستميك انفكشن. طب التريتمنت والبريفنشن, لو في عندي اوروفارينجيال ثرش, لو في اوروفارينجيال ثرش اللي هو الوايت باتشز اللي قلنا بتبقى موجوده في الماوس, الدراج اوف تشويس بيبقى الفلوكونازول اورنيستاتين switch and swallow. skin infections, لو في skin infection بستخدم topical antifungal drugs حاجة موضعية زي clotrimazole or nystatin. لو mucocutaneous candidiasis بستخدم ketoconazole. لو في disseminated منتشرة في الجسم candidiasis بستخدم amphotericin B or fluconazole وما ليهاش أي فاكسين. وبكده نكون خلصنا المايكروبيولوجي, وبالتوفيق إن شاء الله.